توی بارکه پرستان بکن بارکه پرستان که در نفی اشخاص گنزه دیلوری نفی جو قلب هم نچو ما جیچو قلب هم کل شکر کن بسر ناس جو غر بشی بانو وش ناس دی جو بشی عزیو ادو سمع بسر لوید خلنا وصية لبعضياتنا فونداسيون مجيد ان شاء الله تستمر واحد الوصيه مخليها الوالد السي برادة. السلام عليكم. سي محمد مجيد ايتان بروتوتيب، ما كيشبه حتى شي واحد السي محمد مجيد. السي محمد مجيد ايت اون ايكول، اون ايكول دو سيتويانتي. السي محمد مجيد نو لافون كوني، je l'ai connu pendant 25 ans. Je l'ai accompagné. J'ai toujours été admiratif de ce qu'il a fait jusqu'à la veille de sa mort. Si Mohamed Mjid m'a appris à ne jamais me plaindre. Comment j'aurais pu me plaindre en voyant un monsieur de 97 ans continuer à militer et ne jamais dire même j'ai mal à la tête. C'est un monsieur qui vivait pour la solidarité. C'est un monsieur qui avait une main tendue du matin au soir. C'est un monsieur qui n'était heureux que lorsqu'il faisait du bien. J'ai eu la chance dans ma vie de croiser son chemin comme d'autres personnes. Personne ne remplacera monsieur Mjid. Personne ne sera à la hauteur de monsieur Mjid. Nous serons simplement, avec tous ces gens présents aujourd'hui, de Sidi Mounou, de Hey Mohammadi, d'autres quartiers, d'autres villes du Maroc, nous serons simplement sur le chemin de M. Mjid. Et ce chemin, c'est celui de la solidarité, de l'accompagnement, parce que nous sommes tous Marocains, et qu'il n'y a pas de différence entre nous, et il ne doit pas y avoir de différence entre nous, et nous serons là tous les jours, comme des soldats, de citoyens, pour une main tendue vers tous ceux qui ont besoin de cette main tendue. Ouf, l'Oualida, ouf, l'Aïla Kamla, ou quand je crois qu'on me disait, ben là, tu crèmes, ou... L'Yom Ksef, je suis marin, quand Ksef, pour l'Yom Ksef, Ksef, ou... هاد السيد ديال حي محمدي وهاد السيد ديال سيدي مومان، هاد السيد انا تفاجأت بيه نهار اللي جيت مشينا نجيبو الجثة اللي هو الوليد، قلت هاد السيد كيغسل فيه وما عمري نسى في حياتي، هاد السيد هذا، لقيتو دخلت تفاجأت، ونعيو ونهضرو اللي غنقول لكم هي الوليد كان كيآمن بواحد القضية هي كيدير الخير للخير، مكيديرش الخير للمقابل. وهذا الشيء غادرعوا فيكم كلكم كيف ما حنا كبرنا فيه. ندير دابا انتم قاعد تشهدوا لي الحاجه خارجه ليا من قلبي، وباش نتقسموها معايا حيت حنا خوت. كيقول لي كاين شي خوت ما ولداتهمش ليك امك، انتم كاع خوتي وانا خوكم. غمنا العائلة، انتوما العائلة، هادشي اللي غنقول لكم. وبغيتكم تهزوا شي فاتحة على السيدة هادي، وراء كل رجل عظيم امرأة، ها هي اللي داواته، اللي كان كيعطينا، ها اللي كانت كتعطيه، كان إجهاد، ويتكم اليوم تهدوا فيه، وكنشكركم بزاف، وكنشكر هاد السيد. وكنشكر هاد الناس، وكنشكركم كلكم. وبغيت هذاك السيد يحضرنا هنا ويدير لنا شي فاتحة للوالدة. تفضل معنا سي مومن. سي مومن الله يجازيك بخير. حاج مومن. الحاج. شي واحد من الشباب. مجموعة المحجة البيضاء. الله يجازيكم بخير. شي فاتحة للسيد هذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نور الهدى وعلى آله الطيبين وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين. اللهم هذا الفقيد، اللهم جدد عليه الرحمات هذه الساعة. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم أجل سيئاته حسنات، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم عافه واعف عنه، اللهم ارحم موتى المسلمين أجمعين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم زوجة فقيد، اللهم جملها بجميل الصبر يا رحمن، اللهم جملها بجميل الصبر يا رحمن، وارزق لها خيرا من هذه المصيبة التي ألمت بها. اللهم عافها واعف عنها، اللهم أكرمها، اللهم عافها واعف عنها وأكرمها يا رحمن. اللهم اجمع بينها وبين أبنائها وجميع المحبين والآئلة على ما يرضيك يا رحمن. اللهم اجمعهم جميعا على طاعتك ومحبتك ورضاك. اللهم تقبل منا أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أشكركم. إن شاء الله باقي الدوام. فقدنا واحد الأب الحانون، بكل صراحة أب حانون، أب سيد الله يرحمه. كان في المكان كنا كنطقوا الباب ديالو حنا في عين حروده، وكنجيو حتى لسيدي مومل أولا كنشعلو حتى المقر ديالو أولا كنشعلو حتى الدار، ودائما فيما كنطقوا الباب كنلقاوه موجود وديما تيقول لك مرحبا مرحبا. وبصراحة حنا فقدناه وجا تعاون معنا في جميع الدوريات اللي كنا كنديرو في عين حروده، وفي ديك الصحة ديالو المسكين اللي كان فيها كنعيش فيها، ومع ذلك كيتعدى حتى لعين حروده وكان كيتعاون معنا في جميع المكان اللي كنطلبو منه وكيعطينا. يعني هذا السيد الله يرحمه والله يجدد عليه الرحمة في هذا اليوم، وكنبغي نشكر هذا المجتمع المدني ديال سيدي مؤمن لأن لقينا فيه واحد الأخ، وكل من صغيرا أو كبيرا لقينا فيه الأب الحنون. هاد الناس اللي كيساعدونا وبالأخص في الشعب، الله يجزيه بخير أنه دائما كان كيوقف معنا، وكنتمنى أن مازال يزيد يوقف معنا. لأن أول حاجة أنا كنبغي نقول لكم غنتكلموا على هرم من هرمات ديال الوطن اللي هو المرحوم الله يولي برحمة الله. بصراحة أنا واقف فكرت بزاف الحوايج، ما عرفتش منين غنبدا وفين غنسالي. أول حاجة ملي كنقولو كندويو على هرم من الهرمات، يعني بصراحة البيت ديالو المكتب ديالو دائما كان مفتوح في الوجه ديالنا. بعد خطرات 9 ديال الليل أو 7 ديال الصباح، وحق الله العلي العظيم إلا كنلقاو الأستاذ الله يولي برحمة الله، مدام زيد، الأخت مريم المديرة ديال الفونداسيون، والابن ديالو لحد الآن راه حتى هو المكتب ديالو مفتوح، سي برادة، سي طاهر، زكريا يعني الاعضاء الحولية ديال الفونداسيون، سي بن القاسم بوطيب. اللي بغيت نقول لكم والله العظيم لهذا الرجل ما عمر زاد بقى تعطينا بحال، يعني هذه خلاصه القول، ما عمر زاد بقى تعطينا رجل بحال المرحوم محمد مجيد. ما عرفتش والله ما عرفتش شنو غادي نقول بحقه، يعني بصراحه سمحوا لي، يعني اللي وقفت هنا كنتفكر لحظات لحظه بلحظه وانا معاه. اخر لحظات المنطقه الاخيره اللي كنا مشينا لها مدينه فاس، ريحنا سبق هو الكلمه عطاو هو الاول يقول الكلمه، قال لهم ماشي انا اللي غنقول الاول الكلمه، عطاو الشباب ديال الحي المحمدي اللي معنا هما يقولوا الكلمه. وعيان يعني ديك الحاجات 7 ديال العشيه، ورجع رجع هويا وقال لنا انتم بقاو كملوا المسير ديالكم. يعني اش غادي نقول لكم، المرحوم صراحة ما عمره غادي يتوجد، لأنه حنا هو كاع من مات، وإن شاء الله غادي نتلاقاو معاه في جنة النعيم جزاه الله. وكنقول لكم الله يرحم والديكم، الله يرحم ديال الوالدين جميع الحضور اللي حضر. حاجة وحدة اللي كيتسنى المرحوم اللي هو الدعاء، أي واحد دار شي دعاء ديالو ولا أي ركعة ركع أي سجدة، الله يرحم والدين تذكروا الدعاء، الله يرحم الوالدين إلى ما هاد السيد كيتسنى حاجة وحدة اللي هو الدعاء. وشكرا، لان كثير اللي بغيت نقول الحديث عليه راه كثيرا كثيرا. وقال ما كان رمز من الرموز البلاد راه ما غاديش يوفي في الكلام فيه ولو براميل من الميل ديالو. كلكم كتعرفوا في الوفاة ديالو الحضور اللي كان منهم الامير مولاي رشيد. حنا كنا في الصف الثاني، كان واحد الابن عمره 12 عام
كيصلي حدانا وصلينا العصر يوم الجمعه الى في الشتا ملي كيشد كيقول يا ربي ارحم محمد مهين. يعني طفل في عمره 12 سنه وكيصلي معنا صلاه العصر في مسجد الرحمه وكلكم كتعرفوا بانه دفن مع ولاد الشام، يعني عاش متواضعا ومات متواضعا، يعني طفل في عمره 12 عام وكيعرف شكون هو محمد مهين. والحمد لله في الوفاه ديالو راه حضر وليدات 8 سنين 10 سنين، يعني هذا الحمد لله شرف كبير لينا. يا ليلة العرس الشاذي تضوعي عبقا، يا ليلة العرس الشاذي تضوعي عبقا وجودي بأروع القصيد. يا ليلة العرس الشاذي تضوعي عبقا وجودي بأروع القصيد، وحي مع الكرام وحي مع الكرام ذكرى محمد المجيد. يا ليلة العرس الشاذي، يا ليلة العرس الشاذي سرير يا حينك والأريد على روح الفقيد. يا ليلة العرس الشاذي انشري رياحينك والعطر والأريج والرياحين على روح الفقيد. يا ليلة العرس الشاذي على صرفات المجد، على صرفات المجد سيدي تماثيله، سيدي تماثيله عرفانا له بالعطا. يا ليلة العرس الشاذي سيدي تماثيله عرفانا له بالعطا والحب والجود، فليبقى فليبقى مثالا يحتذى، فليبقى مثالا يحتذى ومدرسة في الجد، يلقيه الجد للحفيد، يلقيه الجد للحفيد، وليبقى منثورا بالذهب، وليبقى منثورا بالذهب والتبر والفضة اسمك، اسمك وعنوانا لكل نشيد. شكرا. اللي كيرسم وكينبت من مآسي الناس ومن مشاكل ديال الناس. خلينا السمجيد في العمل الجمعوي دائما نعقد الامل لجميع في السمجيد، وان كيحاول انه كيزرع فك الامل في كل لحظه. واللي اللي عرفنا على السمجيد هو دائما جميع المشاريع اللي كيوضعها المشاريع على القرب، المشاريع اللي كتمس المواطن، المشاريع اللي كتمس الحياه اليوميه ديال الشعب. كان عنده اهتمام بالفئات المعوزه كثير، يعني انا اللي كان دائما الاسئله كيفاش الناس، السؤال اللي كيسولني اللي كنكون نفطر معاه يوميا، كنفطر معاه حول كيسولني شنو هو النبض الشارعي، كيفاش كتشوف يعني التحول الاقتصادي واش كيأثر عليكم انتوما في الحياه سميتو الناس، واش الناس كيفاش علاقتهم بالملكي، كيفاش علاقتهم بالوطن، يعني كان هو الهامج واللي كان انه كيحاول كيفاش وكيقول كيفاش نتغلبوا على هاد الظواهر اللي كاينه ونساعدوا الخطوات ديال جلاله الملك. يعني كيقول لك الملك الوحيد اللي خدام فيه السياسيين كيتناضحوا، الجمعيات واضعه اهداف ديالها غير وطنيه، يعني واحد مجموعه ديال الجمعيات اللي كتغرد خارج السرب او اذرعه الاحزاب، ولكن هموم المواطن قليل اللي كيفكروا فيه، يعني الناس اللي كيفكروا فيه والجمعيات اللي كتبنى به مشاريع اللي كتهمو قلال. وسمجيد كان من بين هاد الناس اللي كانوا كيفكروا المواطن. كتلقى كنبرك معاك كتقول لي كنفكر كيفاش ندير مشروع في المناطق النائيه في الجبل، باش ندير مشروع ديال غنديروا العسال، وكيفاش كيفكر التدريجي بان هذوك الدري باش ولد هذوك الناس يكون عندهم دخول وباش ما يخرجش من دراسه وباش يقريه وباش يعني، وكيفاش كيفكر عاوتاني كيفاش الرياضه تساهم في الثقافه، كيفاش يعني شي حوايج اللي اكتشفناها مع سمجيد اللي عطاتنا تجربه اللي قوينا بها انفسنا وقوينا بها العمل الجمعوي، واللي عرفتنا على العمل الجمعوي الجاد. هذا هو اللي خلى في المسيره مع السجين.
من خلال المداخلات كان الابن ديال الفنان محمد مجيد ذكر له واحد الحاجه انه هو تاثر بها بزاف بقى كتغسل الاب ديالو. كيفاش كان الشعور ديالك وانت الانسان الناس اللي رافقوه؟ كيفاش يعني احنا كنعرفوا صعوبة الفرق عنده واحد الاحساس صعيب بزاف، فكيف بالتفصيل؟ انا كان شرف ليا وكان ديك اللحظة يعني كنت محظوظ انني نحضر، لان في ديمون كيعتبروا الابن ديال سمجين، وفي ديك اللحظة يعني صادفت انني نكون غير بوحدي، يعني حضرت بوحدي مع سمجين واحد اللحظة اللي وقعت ليها هيستيريا. انا كنشوف السي مجيد رجل النكتة، ديما كنتحاور دابا اليوم انا كنشوف السي مجيد جد تهامدة، ما تصورش انني ما مصدقش، ما عرفش يعني الشعور ديالي كان قوي بزاف وتأثرت بزاف، وانا كنغسل فيه وكنبكي. كان معايا واحد الفقيه اللي كان تما سولني شافني انا متأثر بزاف، قال لي واش الاب ديالك؟ قلت لي الاب ديالي واكثر من الاب ديالي. والغريب هو انني سي مجيد هو ميت، يعني حتى الملامح الجسدية ديالو كتبان بانه انسان كان معطاء، مات بواحد الصحة جيدة، صحة رجل رياضي، يعني ابتسامة ما فرقتش الوجه ديالو، يعني شي حوايج اللي كنشوفها فيه وكنتفكر هضرتوني يعني صراحة لحظة لا تنسى، زعما ما عمرها تنسى ليا. وكان لي شرف انني والابن ديالو الوقت اللي غسلته وعيطت ليه تاثر، يعني جا سميتو عيطت لي سفيان تعالى نودعوا الاب، عيطت لي واحد مجلس سكينو كيبكي، يعني بحال اللي شاف ان ديك العلاقه اللي كانت كتربطني به ما مشاتش هكاك، يعني علاقه اللي تمرات في النهايه بانني كان لي الشرف والحظ انني نغسل واحد يعني واحد الهرم اللي ماشي سهل، يعني ماشي كنعتبر الاب ديالي وكان الاب ديال الجميع، ما كانش انا كانوا السند فقط ليا وانما كان سند لواحد المجموعه. خلال لقائنا مع الفاعلية الجمعويه وهذا الشيء عطونا الانطباع ديالهم من خلال السيد عبد محمد مجيد الجمعوي انسان معطاء، ولكن احنا غنسولوك استاذي على حياته الشخصيه كشخص، محمد مجيد كشخص كاب وكرب أسرة عشتوا معاه وتقاسمتوا معاه السراء والضراء. غادي نجاوبك واحد الجواب اللي هو غادي يبان لك انت واقيلا يكون مقنع. كيف ما كان كيعامل اي مواطن واي واحد جا لدارو كان كيعامل ولادو وعائلته العطاء، كيعطي يعطي يعطي. انا دخلت للدار عند الوليد كنلقى داك الشيء اللي فوق الطابله اللي غيحطوا الوزير كيحطوا شي واحد من سيدي مؤمن ولا من الحي محمدي، كل شيء بحال بحال. هذا هو الجواب اللي غادي نعطيك. بوك اللي راه مسخر الوليد، كان مسخر لكل شيء، مسخر لعائلته، مسخر للناس، مسخر للعالم كتوقف عليه كولده كماشي ولده، كداك الشيء اللي غادي يعطيه لولده غيعطيه للبراني. حنا الوليد فهمناه، كاين شي واحد اللي كيتزاد وعنده باغي يوصل لشي مرتبه، اما البرلمان اما شي حزب اما شحال، الوليد كان باغي يبقى مغربي والحمد لله مات مغربي، والطريقة باش مات والطريقة باش ترحمنا عليه جميع المغاربة وكيفاش ترحمت عليه العائلة الملكية، راه هذاك الشيء هو الجواب. سادي وعظم الله لها من أعمال اجتماعية وأعمال تضامنية، وكيفاش كان السيد محمد مجيد كيفاش كيتعامل مع الناس، كيفاش كيتعامل مع